أعتقد أن التجربة اليوم التي نعيش هي تجربة رائدة في المنطقة، وأعتقد أنها تؤسس لعهد جديد مبني على خيار الشعب الموريتاني على حريته في اختيار رئيسه، مبني على التناوب السلمي على السلطة، واللي ظل مطلبا لدى غالبية النخب الموريتانية. نعيش أيضا انتقالا سلسا للسلطة من رئيس منتخب لرئيس منتخب، وهي تجربة أولى في تاريخ البلد تستحق الإشادة وتستحق أن تؤسس لعهد جديد يحقق للبلاد التنمية المشهودة. اليوم يوم مفصلي في تاريخ موريتانيا، حيث يشهد تبادل للسلطة بين رئيسين منتخبين، وهي تجربة لموريتانيا أن تعتز بها وتجسد التناوب وتفتح أمال كبيرة لتطور وتنمية هذا البلد، وتعلق هذه الأمال على الرئيس الجديد الذي يحمل برنامجه الانتخابي، يحمل تعهدات كبيرة بنقلة نوعية يحتاجها البلد إن شاء الله. أعتقد أننا في موريتانيا نمر بمرحلة مفصلية، وكانت مرحلة حتمية، وهي مرحلة تاريخية بالنسبة لنا، لأنها أول مرة يسلم رئيس المنتخب لنظيره رئيس المنتخب الحكم على السلطة، وانتهت ولله الحمد مرحلة الانقلابات العسكرية التي عرفت بها موريتانيا خلال عبر تاريخها الماضي، والذي لا نأسف عليه بطبيعة الحال.